ما فيش اهتمام بمنتخب الشباب، في كلام كتير هنتكلم في الموضوع ده، وعايز اعرف رايك يا احمد في الموضوع ده. انا شايف انها جريمه مكتمله الاركان، ما ابتدتش بس من تونس، ابتدت من قبل تونس. المنتخب ده اهدر حقه وضاعت فرصه على جيل كامل من ولادنا كانوا بيمثلوا منتخب مصر، وكان عندهم فرصه مش بس يتاهلوا لموريتانيا ويشاركوا في كاس الامم، لكن كمان يوصلوا لابعد من كده، وده حلم اي لاعب كوره. يعني ما فيش لعيب كوره لمس الكوره برجليه ما حلمش انه يلعب في كاس عالم، كاس عالم شباب بقى، كاس عالم منتخب اول، ما بتفرقش كتير مع لعيب الكوره. الحلم يعني قتل قبل ان يبدا، وطبعا يعني خساره مصر وعدم مشاركتها في البطوله بتنهي على امال الجيل ده من المشاركه. لكن الحقيقه الموضوع ده فيه اسئله كتيره جدا، وفي علامات استفهام كبيره جدا على موضوع المنتخب، مش بس فيما يتعلق بالمراحل السابقه، فكره انه لم يتلقى دعم ولم يتلقى رعايه، وكان الحقيقه جهازه الفني بيعاني معاناه شديده جدا، لكن حتى في موضوع السفر الى تونس وفكره الاقامه هناك قبل المباراه وفكره اصابه هذا الكم الكبير جدا من اللاعبين. طب اشمعنى منتخب مصر؟ يعني ليه الاصابات دي او حجم الاصابات دي ما شفناهوش في المنتخبات الثانيه اللي بتشارك؟ في تقصير؟ بالتاكيد في تقصير. وبالمناسبه انا عايز اقول لك ان منتخبنا راح بالفعل في محاوله لاقناع الاتحاد الافريقي انه يشارك، لانه بعد المسحه الثانيه اللي عملناها لقينا انه في ثلاث لاعبين طلعت نتيجتهم سلبيه، وبالتالي العدد قل من 17 لاعب ل 14 لاعب، لكن ده ما كانش كافي، لانه لوائح الاتحاد الافريقي بتقول انه لابد من تواجد 15 لاعب، منهم اربعه على دكه الاحتياطي، منهم لازم يكون كمان حارس مرمى، وده اللي ما حصلش. المشكله بادئه من بدري قوي يا احمد، من ساعه ما بنقول انه كابتن ربيع ياسين بينادي الحقيقه باهتمام بمنتخب الشباب، وبيقول دايما ان ما فيش اي اهتمام بمنتخب الشباب، ما فيش اي وديات بتقام طبعا قبل بطوله مهمه زي دي، ما فيش اي اهتمام بيهم، ما فيش رئيس للبعثه اصلا، يعني ما فيش رئيس للبعثه. طبعا دي علامه استفهام كبيره وواحده من اهم الاسباب، بس برضه عشان ما نضحكش على نفسنا، قصه الاهتمام والرعايه شيء، وقصه التقصير اللي حصل في سفريه تونس في تصفيات شمال افريقيا شيء تاني خالص. كله بيكمل يعني بعضه يا بالتاكيد أحمد. لكن الحقيقه في علامات استفهام كبيره جدا، يعني بقول لك ليه منتخب مصر الوحيد اللي فيه العدد الكبير ده؟ على كل الاحوال يعني اخر المستجدات نقولها لحضراتكم، ان شاء الله البعثه هترجع بكره بعد ما وزاره الشباب والرياضه المصريه تواصلت مع اتحاد الكره ومع كل الجهات المعنيه، وبالتواصل مع وزاره الطيران المدني طبعا، المفترض انه بكره ان شاء الله طياره خاصه ترجع بعثتنا لمصر بالسلامه، وفي طبعا تنسيق مع وزاره الصحه عشان يتم عزل اللاعبين المصابين، ونتمنى لهم طبعا قبل اي شيء الف سلامه.